والآن نتحول في نشراتنا إلى أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد ومصطفى نزار. مصطفى. شكرا محمد عبد الله، شكرا هيدا حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. اختتمت فعاليات اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي استضافتها مدينة شرم الشيخ. خلال فعاليات اليوم الثاني سلمت مصر رئاسة مجلس محافظي البنك إلى دولة أوزبكستان التي تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك في العام القادم. على مدار يومين شهدت مدينة شرم الشيخ اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في نسخته الثامنة بمشاركة ما يزيد عن 100 من وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية من مختلف دول العالم. وخلال الاجتماعات عقدت الكثير من الجلسات النقاشية التي تهدف لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية. مصر تعد عضوا مهما بالنسبة للبنك، ذلك لأن الأخير دعم مصر في مشوار تنميتها بطرق عدة من خلال دعم مختلف المشاريع في مصر. المؤتمر ده مؤتمر على مستوى عالي لأنه بيسمح للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن هو يدي لمصر، وهو عضو يعني مؤسس للبنك، إن هو يقدر إن هو يعني مصر تشارك بأفكارها في إزاي التنمية يكون ليها دور أهم في العالم عامة، وكمان إزاي نقدر إن احنا نجلب استثمار من القطاع الخاص كي يساعد في استثمار في البنية التحتية في مصر وفي العالم عامة. خلال فعاليات اليوم الثاني سلمت مصر رئاسة مجلس محافظ البنك إلى دولة أوزبكستان التي تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك العام المقبل. كما تم التأكيد في ختام الاجتماعات على دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتوفير الدعم اللازم لتعزيز استثمارات القطاع الخاص. المؤتمر ده مؤتمر مهم جدا وخاص بالاجتماع السنوي للمحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وده بالنسبة لنا احنا كقطاع هندسي بيدينا معلومات جيدة عن المجالات اللي البنك الاستثمار الآسيوي بيمولها وازاي نقدر نستفيد منهم في تمويل المشروعات دي والدخول فيها. القطاع الخاص بيستفيد من دعم الحكومة المصرية له ان هي بتشاركوا معاها في حضور الاجتماعات وبتربط بينه وبين المؤسسات الدولية وبتفتح له مجال ان هو يقدر يقيم شراكات دولية وتتيح له فرص استثمار اكبر، وده مش اول اجتماع يعني ده السنة اللي احنا فيها دي ثالث مؤسسة دولية بتقيم اجتماعاتها السنوية عندنا. النسخة الثامنة من اجتماعات البنك الآسيوي أكدت أن التعاون متعدد الأطراف يساعد البلدان النامية بشكل محوري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بالإضافة لتعزيز جهود التكيف المناخي والتي تحتاج إلى تمويلات ضخمة لتقدم مصر نموذجا فريدا في تنظيم الفعاليات الاقتصادية الكبرى تحتزي به دول العالم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تناول الصناعات الدوائية ومدى ما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد العالمي، مع عرض لكبرى الدول المصدرة والمستوردة للأدوية في العالم. هذا واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استعرض جهود الدولة نحو التحول لمركز إقليمي لصناعة الدواء ومناقشة التجارب الدوائية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية. استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين بودليجر ارتيدا خلال زيارتها الأولى إلى مصر لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة. هذا واقترحت الوزيرة السويسرية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، مشيرة إلى وجود مجالات تعاون واعدة من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية والهيدروجين الأخضر والنقل واللوجستيات. يذكر أن سويسرا تعتبر من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات. أطلقت الحكومة أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء. تضم هذه القافلة حوالي 41 سيارة فيها أكثر من 75 طن من السلع الضرورية،
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية، في حين تتضمن القافلة كراتين للسلع الغذائية المجانية، هدية من الرئيس السيسي للمناطق الأكثر احتياجا بالشيخ زويد، بالإضافة إلى توزيع حلويات المولد النبوي الشريف مجانا. من جهته وجه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وجه الشكر إلى الرئيس على الدعم المتواصل لأبناء محافظة شمال سيناء والتوجيه بتخفيف العبء عن كاهلهم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أن تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023. هذا وأضاف الملا أن الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود وإبقاء البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة بشكل مرتفع لفترة أطول حتى مع توقع في شح المعروض. هذا وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 29% لتصل وتحقق ما قيمته 93 دولار وسنتان للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 19% لتصل إلى 89 دولار و51 سنتا للبرميل. هذا وانخفضت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.41% لتصل إلى 3.15 دولار للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 1.97% لتسجل 2.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته لوزراء حكومته بجمع حزمة اقتصادية جديدة بحلول نهاية أكتوبر القادم. أضاف كيشيدا أن الحكومة ستعمل على خفض أعباء الضرائب والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى توفير المزايا المختلفة، وذلك في وقت لا تزال فيه الصحة المالية لليابان هي الأسوأ ما بين الدول المتقدمة. محمد عبد الله وهبه حسين في انتظاركم والمزيد من اخبار سياسيه في نشره التاسعه. شكرا لك مصطفى.